كنت شمعة تضوي وتشرق حياتي. المدرسة كانوا يتريقوا عليا مثلا ان انا كنت مليان. التنمر ده حاجة وحشة جدا. انا واجهت التنمر عرفت اتعامل معاه، بس صاحبي لا. كان كل يوم يروح المدرسة الولاد يقعدوا يتريقوا عليه عشان عنده ودان اصغر من ودان. جه في وقت كده بيحبس نفسه في اوضته ما كانش بيكلم حد. التنمر خلاني افقد اعز صديق ليا. انت ليه اخترت الاغنيه دي؟ وانا صغير كان ليا صديق من كتر ما كانوا بيتنمروا عليه انتحر. ايه؟ بسبب التنمر هو انتحر. حرام. لا كان معاك في المدرسه؟ اه. وصديقك؟